مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية في برنامج اطياف، وبيسعدنا يكون معانا الشاعر والكاتب الكبير احمد الشهاوي. استاذ احمد اهلا بيك معانا. اهلا دكتور صفاء، اهلا وسهلا. استاذ احمد، لما اقول احمد الشهاوي يعني الصحافه، يعني الثقافه، يعني الشعر، يعني الروايه. احمد الشهاوي الرحله الطويله والمسيره الكبيره مع عالم الابداع وعالم الثقافه. نبتدي منين الحكايه؟ يعني من الشعر. من الشعر. لانه السمة الاساسية الوحيدة التي يعني تعرفني بالناس هي الشعر حقيقة. يعني العلاقة الاعمق وجدانيا الاعمق والاول، لانه انا دخلت الصحافة، يعني انت طبعا دارسة صحافة ومتخصصة استاذة في الصحافة في الاعلام يعني، لكن انا فعلا دخلت الصحافة لكي اكون قريبا من الشعر. محاولاتك الأدبية الشعرية يعني امتى، في اي مرحلة عمرية، سواء بقى هنقول ابتدائي ولا اعدادي، حضرتك وجدت الشاعر، يعني ابتديت محاولاتك الشعرية؟ لا، في الابتدائية. في الابتدائية. واصدرت ديوانا بشكل شخصي. ويعني يعني وانا في الإعدادية، طبع في دمياط، موجود نسخة عندي في البيت يعني، طبعا وزعته على الأصدقاء على الستنسل، على المكان الطيب يعني طيب رايثر في الوقت ده. ولكن طبعا محاولات مبتدئة يعني، لكن كان طموح أن يكون لي كتب.